جديدة وبرنامج هلا يا صيف. نلاحظ أن هناك بعض المواهب والهوايات التي تظهر بصورة عالية عند الأطفال والشباب من أصحاب طيف التوحد. معنا أستاذة دلال الشايجي راح تتوسع معنا في هذا المجال. الدراسات أثبتت بأن هناك مواهب نجدها عند أطفال التوحد ويتميزون فيها بشكل كبير. من هذه المواهب هي مواهب الحساب وموهبة الحفظ. هذه المواهب نجدها فعلياً على أرض الواقع من خلال تجاربنا وتعاملنا مع هذه الحالات على مدى سنوات عديدة. ولاحظنا أن فعلياً هذه الموهبة وهذا الشغف كل ما كبر الطفل تكبر مع هذه الموهبة وهذا الاهتمام. وأيضا هناك جانب نحب أن احنا نذكره اليوم وهو جانب الرسم. والرسم نجده أيضا عند كثير من حالات التوحد، فيرسم الرسومات بشكل دقيق وبتفاصيل دقيقة جدا قد لا يلاحظها الشخص العادي. اليوم بما أن احنا دخلنا العطلة الصيفية فهي فرصة ذهبية نقدر نستغلها علشان نطور هذه المواهب. كثير من الأهالي يتخوفون أن الطفل يتطور في جانب معين أو في مهارة معينة وتعزله عن الناحية الاجتماعية، أو أن هي تخليه فعلا شخص معزول ومشغول فقط في هذه الموهبة. وأنا أقول لكم اليوم بأن فعليا المواهب لما أنا أحاول أطورها عند هذا الطفل فراح تنعكس أول شيء على ثقته بنفسه وعن أيضا صورته الذاتية عن نفسه. يوم عن يوم نتعامل مع شباب التوحد في المركز وأجد نظرة الفخر ونظرة السعادة حول أبسط الأمور اللي ينجزونها داخل المركز. لا تستصغر الموهبة مهما كانت بسيطة. موهبة صف الملابس احنا نقدر نعتبرها هواية عند هذا الشخص، وممكن ان انا اطورها وافتح له بوتيك خاص فيه يكون هو مشرف عليه. موهبة صناعة العصير أو اللعب في الماء ممكن أن أنا أطورها وأخلي هذا الشخص يقدر أنه هو يجهز لي أحلى العصائر ويكون عنده محل العصير الخاص فيه. موهبة الحساب أقدر أن أنا أستغلها وأوظف هذا الشخص داخل المحلات التجارية، يعمل لي جرد، يسجل لي فواتير، يشتغل في المحاسبة. فهناك العديد والعديد من المواهب اللي أنا أقدر أطورها عند هذا الشاب من ذوي التوحد حتى ينجح في حياته الوظيفية. وطبعاً ما ننسى دور الأسرة المهم جداً في اكتشاف وتطوير واستمرارية هذه الموهبة عند هذا الشاب. تذكرني أحد الأمهات اللي أفتخر فيها جداً واللي فخورة أيضاً بابنها العبقري جداً في الرياضيات والحساب، وأيضاً بنفس الوقت عندها موهبة في حفظ أسامي محلات العصير داخل الكويت. هذه الأم تعاونت مع أحد محلات العصير بحيث أن يكون لها زيارة يومين في الأسبوع إلى هذا المحل، ويكون ابنها هو أحد الأشخاص اللي يساعدون الموظفين في تجهيز العصائر حق الزباين. فأنت اليوم كأم أو أنت اليوم كأب في حال أن أنت صقلت هذه الموهبة ووجهت ابنك إلى المكان الصح اللي حاول أنه يطورها ويبرزها على السطح، صدقوني هذه الخطوات الصغيرة راح يكون أثرها كبير في المستقبل. فأنت اليوم راح تصنع شاب ناجح حتى يكون مستقبله مبهر إن شاء الله. بعد ما تعرفنا على الهوايات الأكثر انتشاراً بين الأطفال والشباب من أصحاب طيف التوحد، معنا أستاذة دلال تخبرنا بعد الفاصل كيف يمكن أن نطور هذه الهواية إلى مهارة أو وظيفة يستفيد منها هذا الشاب. Oh.
اليوم الموهبة أيضاً نقدر إن إحنا نصقلها من خلال العائلة، من خلال الأشخاص الأقارب اللي يشوفهم الطفل بشكل متواصل وهم الداعم الأساسي لهذه الرحلة. حاولوا اليوم كأسرة أن أنتم تدعمون هذه الموهبة من خلال الأقارب، مثلاً في زواراتكم العائلية حاولوا تكونون فخورين جداً بما يملكه طفلكم، وركزوا على نقاط القوة عند هذا الطفل، ولا تحاولون أن أنتم تركزون على سلوكياته، على المشاكل البسيطة اللي ممكن يظهرها كأي طفل أو شاب توحدي آخر. حاولوا أن أنتوا تبرزون هذه الموهبة، وأيضاً تشجعونه وتعززونه دائماً على أنه هو يمارسها بشكل متواصل. حتى أحول هذه الهواية أو المهارة وإن كانت بسيطة اليوم عند طفلي إلى وظيفة ممكن تسنده في مستقبله، أحاول كثر ما أقدر أن أنا أطورها بشتى الوسائل. أطفال التوحد أطفال بصريين، فأقدر أستخدم الوسائل البصرية داخل البيت اللي تساعده، حتى لو كانت أجهزة. أحياناً الأم يكون عندها تخوف أنها تستخدم الجهاز في تطوير مهارة الطفل، بحيث أنه هو ممكن يأثر عليه، يأثر على تفاعله الاجتماعي، ولكن فعلياً أطفال التوحد أطفال استجابتهم البصرية عالية جداً، فاستخدام الوسائل البصرية معاهم راح تطور من مهاراتهم بشكل كبير جدا. اليوم إذا أنت تبي تطور هذه المهارة وتجعلها وظيفة في المستقبل، تأكد أول شيء أن أنت تلجأ إلى ناس مختصة في التأهيل الوظيفي وبرامج التأهيل الوظيفي. من البرامج المعتمدة في التأهيل الوظيفي لدى أطفال أو شباب عفواً التوحد هو تقييم الإيفلز اللي نعتمد عليه في تقييم المهارات الوظيفية الموجودة عند الشاب ومدى استعداد هذا الشاب للاندماج في سوق العمل. هناك الكثير من المهارات اللي فعلياً نشوفها غير موجودة عند الشباب من ذوي التوحد بالرغم من ذكائه، بالرغم من موهبته العالية، ولكن الأمور المختصة في العمل مثل البقاء على المهمة، مثل الاستئذان إذا هو يبي قادر الغرفة أو يبي قادر الوظيفة، هذه الأمور أحياناً ما نجدها موجودة عنده. أيضاً استقلاله في حياته هذا مهم جداً داخل البيت قبل لا أنا أجهز هذا الطفل أو هذا الشاب أنه يواجه المجتمع، مهم جداً أنا أتأكد أنه هو مستقل في حياته اليومية. أبسط الأمور أنه يبدل ملابسه، يغسلهم، ينجز وجبة معينة له، يجهز وجبة معينة. هذه الأمور إذا كان الشاب فعلياً حتى الآن متكل على أهله، فهذا أيضاً راح يعيقه في التكيف داخل المجتمع والاعتماد على نفسه. بعد ما يتدرب هذا الشاب داخل البيت على المهارات الاستقلالية، وفي حال واجه ولي الأمر صعوبة في تدريبه، فأيضاً اللجوء إلى المختصين لتحديد المهارات الحالية وكيفية تطويرها، لأن العلاج والخدمات العلاجية مع الشباب أو الأطفال من ذوي التوحد هي علاجات لونج تيرم، فتحتاج فترة طويلة علشان هو يكتسب المهارة، وهذه أمور طبعاً تتعلق في سمات التوحد في الذاكرة عنده. بالتالي إذا الأم واجهت صعوبة فإحنا موجودين لمساعدتها. وبعدها ننتقل إلى المرحلة الأخيرة، هي مرحلة تأهيل وظيفيا ونقل إلى بيئة العمل المناسبة له واختيار له الوظيفة اللي تصقل موهبته ومهاراته. وأيضا الاندماج داخل سوق العمل يحتاج خطة متكاملة من قبل فريق عمل، وأيضا تواجد المختص والمشرف العلاجي مع هذا الشاب داخل الشركة. وقبل الدمج الوظيفي نحتاج أن احنا نأهل هذه الشركة بمختلف موظفينها وإداراتها على التعامل مع وجود شخص مختلف بينهم. ورسالتنا اليوم إلى كل ولي أمر يسمعنا، آمن بقدرات طفلك، حاول أن أنت تصقل المواهب عنده مهما كانت شدة التوحد عنده، وتذكروا هذه الكلمة عدل، مهما كانت شدة التوحد عنده فهو راح يقدر يتميز. كثير من الأشخاص اللي تميزوا وخذوا ميداليات عالمية أشخاص غير ناطقين وأشخاص ما يقدر أنه هو يتكلم بشكل لفظي، ولكن اعتمد على الوسائل التواصل البديلة ونجح في هوايته. نشكر أستاذة دلال الشايجي على المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها، ووصلنا معاكم لختام حلقة اليوم وبرنامج هلا يا صيف.